شيخ اذلف يا شيخ اذلف، اي مدافع اسرع من لاعبي. يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا ما مثل بي متجر ترندنج لبيع الكوينز، افضل متجر وبارخص الاسعار، سرعه بتنفيذ الطلب، دعم فني متواجد طول الوقت، ضمان على النادي بالكامل وضمان من الباند او التصفير، والشحن للسوق المقفل والمفتوح. رابط المتجر موجود تحت بالديسكريبشن، جميع الروابط اللي تحتاجها موجوده تحت بالديسكريبشن. عضبطوهم شوي عيال يعني. طيب اليوم جايب لكم مهنه لاعب، بس قبل ما نبدا رابط متجر نانو موجود تحت بالديسكريبشن، ولا تنسى تستخدم الكود اللي هو بي20 عشان يخصم لك 10%. حلقه اليوم عندي مباراتين هي المهمه. المباراه الاولى بتكون ضد ليستر سيتي في كاس الاتحاد الانجليزي اللي ذكر في الحلقة اللي فاتت، طلعنا تشيلسي حنا، وكاس الاتحاد الانجليزي يا عيال يأهل الى بطولة اوروبية على ما اظن. فعلى الاقل يعني لو ما جبت مركز كويس بالدوري لان مركزنا حنا السابع، على الاقل احاول بالكاس لان الكاس هو الاقرب الان، واجيب الوستهام بطولة محلية في نفس الوقت اهلهم البطولة الاوروبية. فاليوم بنبدأ ضد ليستر سيتي في الجولة السادسة اللي هي ربع النهائي، وعندنا هنا توتنهام، وتقريبا باقي شهرين وينتهي موسمنا اللي يعني مع وستهام. طبعا احنا ما لعبنا لنص موسم لان جينا في النص، فهمتوا؟ في الانتقالات الشتوية وصلنا. خلونا نبدا بمباراة ليستر على طول، بس قبل ابغى اشوف الانجازات انا كم خلصت منها. خلصت 53% من الانجازات. خلونا نشوف اشياء ممكن اقدر اسويها. ها، فرص مصنوعة، يمديني اصنع فرصة واحدة ويزود عندي الرؤية. اوكي، اعتراضات برضه يمديني ازودها. دقيقة، ابغى شيء بدني ذي. باقي لي 4 مباريات ويزيد عندي تسارع برضو. اهداف من راسيات هوائية، راسيات هوائية اكيد الراس بيجي هوائي، يعني شلون بشوت الراس في الارض؟ ولا يقصد اني يمكنني انط يعني بعدين اضربها راس. اوكي فهمت. مباريات تم اكمالها اغلبها يا عيال مباريات، بعدين يزود عندي اللياقة وذا الاشياء. انهي المباراة بنسبة 50% من الطاقة المتبقية، يزيد ثنتين في التحمل وانا باقي لي مباراة واحدة احاول اسويها الحين. نحاول نخلي اللياقة 50% عشان يزود عندي التحمل حبتين. اشوف على حسب مباراة ليستر، اذا احتجت اني اركض ابركض عاد. طيب المباراة في ارض ليستر يا عيال، هذا ليش ناقص 20 حبة يقطع بي؟ ليش ملعبة اصلا؟ اوكي بنلبس حنا الاسود وليستر سيتي بيلبسونه الابيض. خلونا نبدا الحين. سجل 7 في اخر 3 مباريات. يا لاعبي هدي شوي، الدوري الانجليزي مو طاير ترى، هدي شوي. اند فور ايفر ذن ناو اند فور ايفر. اوف والله كلمة حلوة من جماهير ليستر، بس الان انا بجلدكم في ارضكم. نسيت اقول لكم، دقيقة وقف. كاس الاتحاد الانجليزي ما في الا ليفربول والسيتي هم الاقوياء، والشيء الكويس انهم بيبارون بعض الجوله ذي، فواحد منهم بيطلع الثاني وعلى الاقل يبقى قوي واحد، يعني يمكن نقدر عليه. فالوقت اللي نلعب فيه المباراه ذي يلعبون اللي هو مانشستر سيتي وليفربول، واللي يفوز طبعا يطلع الثاني. احنا لازم نتاهل طبعا عشان نروح نصف النهائي، وهدفنا كاس الاتحاد الانجليزي ذا الموسم لازم. الدوري الانجليزي مستحيل اجيبه، فما لنا الكاس على الاقل. اوكي روح، هذه تمريره ما لها اي معنى، انا ملقوف، انا ليش لعبتها زي ونفس القصة بعد فارس عوض لاحظ، بس انا اشقر وزباته اسود. ايوه ميليتاو، الله الله وش التدخلات الحلوة ذي. شفت كيتاكا، لازم نهدي شوي عشان ال 50% اللي هي اللياقة، بس طبعا لو احتاج تركض والله لا اركض يا عيال. بس شوف الهدوء الان، الهدوء، شفني شفني حلوة. اوكي يا عيال توهقت مع ذا الجبل، وش ذا المدافع ذا البثر. حلو والله لعب الهدوء جيد يعني، والله شوفه والله لعب الهجوء هجوء. اوكي لازم 50%، لا انسى 50% من اللياقه المفروض ما تروح. لا 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 تسلل ايه الحمد لله تسلل. حلو، انا شابني هنا. العب عليك يا زباته، جل الكره اللي وراك، هذه مهاره ميسي معروفه. حلو بنضطر نركض عشان ندخل في المنطقه على الاقل. والله اني داري ما وخرت ذا اللياقة على رفعتك الغبية. قفل صفر يا اخوي، قفل على المباراة، وش فيك؟ يا شيخ متى ناوي تصفر طيب؟ انت خلصت الوقت، مكتوب لين يسجل ليستر سيتي، هذا الوقت بدل ضايع يعني ولا وش السالفة؟ اوكي 1-1 وش الجمهور السلج. اوكي لازم نركز الشوط الثاني، الظاهر لازم نركض شوي. ها نزيد شوي الرتم، ما نقص الا ربع عاد، كني مبالغ شوي بالهدوء. لازم نركض عشان نسبب خطر شوي للدفاع. حلوه وش المدافع السريع ذا، والله مدافع سريع مره ذا.
يا عيال والله العظيم سويت مهارة ولا شو اسم اللاعب نفسه ما استجاب للمهارة. سلام شف أبيا وانتو حلو وده هناك معنا مفروض أقوى رهيبة. لا يا ليل يا لاعبي 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 اقسم بالله لا ها 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 بس صارخ 70 مرة عشان تناولون انت وياه حشروني حشر مدري ليش احس بنلقم من ذا الفاول احساس كذا جاني. لا كويس يا ليستر سيتي دائما ثلاثة قطع بليسكم هاي يا عيال والله يا عيال خمسة ضدي خمسة دفاع وش ذا يا اخي خلص والله اني طلبتها يا رب بوب بوب يا بثر نخلص من الالتمت يجينا هنا معنا حارسي هو في الالتمت تيم يلا في المنطقة يا عيال يا عيال يا طيب اصبر 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 رفعتها من اللي في المنطقة ها طيب وش نروح اشواط ولا وشو اشواط الاضافية خلاص الان بكسر قاعدة 50% لازم اركض والله معليش هذه اشواط اضافية وزين اني وصلت اشواط اضافية بذلياقة عشان اجلدهم جل قفل عليه هذا كيف يركض الكرة وراه وش ساحر اوح تسلل ثاني اقول ترانا لقمنا هدفين وكلها تسللات والله واضح الثالثة ثابتة انقلها للظهير بسرعة الظهير هنا يا اخي وش ذي يا الله والله العظيم يرفع الضغط البلاي ستيشن تحول بلع يا شيخ اقسم بالله الرفع طيب انا طالبها صفر 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 عشان ما نسب صفر في مبالغة في ان البلاي ستيشن يقرا لعبك لانه يعرف انت وين بتتحرك بالجير فهذا الشيء مخلي اللعبة مرة مبالغة ترى يعني ترى الصعوبة اسطوري مو بيعلم الغيب ها شفتوا يعرف وش بسوي يعني تكفى ادخل عليه شوف الدقيقة يا اخي وش ذا المهابيل انتم بلنتي طبعا ما اقدر انا اسوي شيء ضيعها الثور ضيعها يلا سجل انت سجل والله لو ما تسجل كويس ضيعها ذا عارضة شفتوا انا اعرف هذه بشوتها يمين بتسجل هدف لا هي يمين بس صدها بوب الله لا يوفق بوب لمار بيسجلها اوه اوكي ليش تحطون عندي ركلة الحسم والله العظيم بلاي ستيشن نصاب يا عيال والله العظيم يعرف وين اشوت واقسم بالله يعرف وين اشوت ها والله العظيم بلاي ستيشن يعرف وين اشوت والله العظيم ظلم يا اخي ممتاز يا عيال لا النظام ذا قرف والله العظيم النظام قرف اوكي فزنا الحمد لله تأهلنا بس يا اخي البلاي ستيشن يقرا بشكل مبالغ يعني يقرا انه يتحرك معك بوريكم مثال اذا بديت المباراه الجايه ان شاء الله اذا بديت العب المباراه الجايه بوريكم مثال كيف البلاي ستيشن يعرف وين بتتحرك وين بتروح حتى البلنتيات يصدها يعني ليفربول اللي تأهل اوكي يعني مانشستر سيتي هو اللي طلع برا البطوله اكيد بتطلع قرعه نصف النهائي شوفوا اقولها لكم من الحين بيطيحوني في ليفربول من الحين اقول لكم الشيء الايجابي ان على الاقل مستمرين حنا بتسجيل الاهداف 7 مباريات متتاليه وحنا نسجل هدف ورا هدف ورا هدف فهذا شيء كويس انا توقعي ليفربول بس ان شاء الله مو بليفربول يعني مثلا في مدري من كان معنا بس في افريقيا مخيسه فولهام يا عيني عليكم طبعا حطيت اللي هي تدريبات انا كنت ناسي احطها فضبطنا الحصص التدريبيه هنا شوفوا يا عيال فايتتنا جولتين حنا يعني على الاقل يعني انا نقاطي 54 على الاقل بعد جولتين يمديني اجيب 6 نقاط واجيب 60 نقطه فالحين ضد توتنهام اتوقع هي واحده من المؤجلات ضد توتنهام فلازم نفوز اوف في الملعب الفخم توتنهام ملعبهم في الصدق ذا شوفوا ديك اللي فوق اوكي بعد شوي بوريكم كيف البلاي ستيشن يقراك بالضبط اوكي شوف كيف اتحرك بسرعه شوف معي هو بالضبط لين خذها لانه هو مع الجير يكون فهمتوا يعني ما ادري فهمتوا اللي اقصد انا يعني اللاعب نفسه يكون يتحرك مع الجير حقك فما يمديك تروح شوف كيف سرعته شوف ما يمديك تروح مع اي جهه هذا مره مبالغه هذا هم قالوا في التريلر انهم زادوا الصعوبه لا هم صار يعرف انت شلون تتحكم يعني بس هذا اللي سووه شفت كيف يعني ما يمديك تروح يمين ولا يسار خلاص على طول يقطعها ما في خل طلع الحارس سوي حركه الالتيميت خاف البلاي ستيشن بعد يقراها الحين اوكي لا كويس يا ليل بلنتي ما اللي تساوي ايش فيك هذا تدخل
تحرسنا توك لعب بلنتيات فتعرف. اي عارف يا رجال، خلنا ساكتين بس يا اخي، قطعوها انتم يا رب. طبعا كيف تعدي تتوهق. شوف خلاص ما يمديك، مستحيل البلايستيشن اسرع منك، البلايستيشن يقراك كل شيء. اضغطوا انتم، ذولي مشكلتهم يا عيال تكتيكهم عودة للخلف. فشوفوا يعني يضيع الشوت كذا كذا واقف انا بس. طيب دخلوا يعني، حاول فكر فكر انك تقطع الكورة. يا اخوي ايش فيه؟ نعم والله لا صير اركض. يا الله نظام ركض، ماني مناول لهم ولا بعتبر اني العب الحالي، هذا اللي ينفع معهم ذولي. مش فيكم انتم؟ الله يخرب بيتك على يدك ذي. طيب درجة سوني يرتقي علي. ايه يا شيخ اضربهم بالاغبياء ذولي، كفو. شكلك ودك تقولها من بدايه المباراه، لان اضطريت اول ما جت تعادل الارقام على طول قالها. طعوها الله يقطع راسك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذك، اطلبها فوق انا. انتم مش فيكم انتم؟ شكلي بصير احد التحكم بكل الفريق. والله معليش انا ماني متحمل كل ذا. يلا شوفوا الحين متى بتنقضى، خلونا نناظر. سلامات. 10 دقائق تقريبا عشان تضيعوا، برضو تضيع من توتنهام عشان تاخذونها. انا شكلي بصير يعني احط تحكم بكل الفريق. والله العظيم يا عيال النظام كذا مره غبي، البلاي ستيشن جالس يخدم نفسه. يعني لا لعيبتي يخشون واللعيبه الفريق الثاني مره اقوياء. يخرب بيته كيف خذها مني؟ تكفون اقطعوها يا الله يا رب. قطعوها قطعوها. طيب شكلكم ما بغيتوا نقطع نفسنا في الجيم. يا ساتر يا ساتر على المباراة، يا ساتر على اللعب. احس اني مصدع عيال والله غريبة يا اخي، ترى اللعب كذا مرة غبي من فيفا. يعني ما قدرت اسجل الا يوم مدافعين تركوني. شوف 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 ماركينيوس ترى كان يقدر ياخذها، بس بلاي ستيشن قرر قال خله يسجل يمكن يستانس. والله من جد في مبالغة، يعني اللي يلعب كارير ويلعب على صعوبة اسطوري ومطلق، مو بيجي يلعب لي على محترف، بعرف انا وش جالس اتكلم عنه، عن رفعة الضغط اللي تصير. المباراة الجاية مانشستر يونايتد، يلا ها. والله العظيم الضغط اليوم بيوصل مليون مع ذا اللعب الخايس. كالعادة بنلبس اللبس الاسود وانتم البسوا الابيض، ذا البسوا ذا. لحولي اللياقة، اوهو. هذا وشو؟ حسب لاعبي، اوكي حلق، وش السالفة؟ طلع اوديجارد، بعدين هذا ابو اوديجارد، يعني اوديجارد وجهه اصغر من كذا. لازم نركز اوكي؟ حتى لو البلاي ستيشن قام يدور، بس المشكلة اللي معي ما يقطعون الكورة، هذا اللي يرفع ضغطي. ما يخشون. خذها. مستحي منه وهو جاي يقطعها، لو سمحت ممكن اخذ الكورة؟ يا اخوي اكسره. الخامس ضد السابع. الله. اقطعها لا قص رجلك ذا اللي تمشي بدون فائدة ذي. وشو اللي تلعبها لي زي كذا؟ يعني وشو اللي تلعبها لي فوق؟ طيب العبها لي تحت يا اخي. يا اخي فوق، والله يا عيال تعبت وانا اطلبها فوق، خلاص انا استسلم. بوقف انا. يا رب يا رب يدخل عليها الحين، الحمد لله قبلت الدعوة. شيخ اذلف يا شيخ اذلف، اي مدافع اسرع من لاعبي. يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 تدقق وتستقعد ولا شفت الهم انه بعد. هذه الحياة ما تبغى تبغى واحد رايق ان جات الفرصة لا ما يترد. شو تضيق قبل تهتم؟ لا يا شيخ هي الاهم. سلك وعيش حارق دمك اسلكي اسلكي نفسك بس وكل فاول. احب الدنيا مهما صار. يا الله بلوكات بلوكات ترفع الضغط. يا ضف ضف، والله العظيم تخليني ارتاح كذا.
على الأقل سجلنا في المباراة. يا الله يا عيال الكارير اللاعب يرفع الضغط مرة مرة. ما يرفع ضغطي يا عيال إلا فريقي، فهمتوا؟ إن البلايستيشن جالس يساعد نفسه، هذا اللي يرفع ضغطي بس. أوكي أنا بوقف هنا، في الحلقة الجاية بلعب مباراة ليستر، لا مو بليستر، فولهام معليش، في نصف نهائي الكاس، نصف النهائي جزئين، ليفربول فاز 2-1 وخلاص ريح الحين في النهائي. فليفوز مننا الحين وستهام وفولهام يتأهل للنهائي. طبعا ذكر فولهام حاول يتعاقد معي بس الحين أنا جالس أواجه فولهام. الحلقة الجاية 100% بتكون الأخيرة مع وستهام، أنا ما عاد أتحمل في الفريق. أفضل من غلطة سراي يقطعون كور بس مستفزين بشكل يعني يجلسون ورا يخلونك تكره اللعبة. فلازم أطلع وأروح الفريق على الأقل يضغط على الكورة، يضغط على الخصم. فريق يبغى يأخذ الكورة مو بفريق ينتظر يجلس ورا وينتظر مرتدات. فإن شاء الله الحلقة الجاية بتكون الأخيرة في الموسم ذا، بعدها على طول بطل بانتقال وما لي مفكر أكمل معهم حتى لو اعتزل ولا أكمل معهم. لا تنسون عيال رابط ماتش الرانو موجود تحت بالدسكريبشن. وفبس هذا اللي كان عندكم، تصل لكم الاشتراك ومع السلامة.